يعني احنا مبسوطين بيك جدا، بس انا شكرا. يعني عايزه اسال بقى يعني استاذه امل، احساسك ايه لما ادم خد الجايزه وطلع المركز الاول في ماليزيا، وان هو يعني من وسط 1600 طفل على مستوى العالم هو اللي يعني خلاص هو اللي بقى يعتبر اذكى طفل في العالم، كنت متوقعه ده اصلا؟ احساسك كان ايه؟ وايه اللي هتعمليه قدام مع ادم؟ متوقعة. كان عندي أمل كبير، لأن الأمل ده كان جاي من ثقته هو، إن هو يعني هو كان داخل الكومبيتيشن ده بيقول لي أنا هكسب. برافو، يعني الثقة هو بالنفس حلوة أوي. هو كان حاططها هدف بصراحة قدامه. فهو ثقته دي والمجهود اللي أنا شفته إن هو بذلها على مر 4 شهور تدريب، إداني أمل كبير قوي إن هو والله وارد. ان هو بس طبعا بيبقى في جزء برضو بتبقي قلقانه، مش عارفه، مش متاكده. طب اصل كده بتلعب برضو في ولاد تانيين من دول قويه، يعني برضو ما حدش طبعا بيبقى عارف. بس هو كان بصراحه طول الوقت كان واثق جدا. يعني سبحان الله كان هو حاسس. يعني الحمد لله ان هو ربنا وفقه وكده. وطبعا يعني كان احساس الواحد مش عارف يعيط ولا يضحك ولا يعني ويصور ولا يطلع، وكنتش عارفة أعمل إيه بصراحة. بس يعني كان إحساس يعني لا يوصف. بالنسبة له بعد كده، هو زي ما هو اللي هو حابب يعمله أنا هخليه، هشجعه عليه ويكمل. يعني بصراحة أنا كنت بركز على نفسي، ما كنتش بركز على الناس التانية. بس ردودك كلها يا أخي بتعجبني والله. ثقة ما شاء الله. ثقة يعني. كنت بركز على نفسي، بس برضو كنت قلقان من الناس اللي انا ما اعرفهمش، الناس اللي في الدول التانية، بس ما كنتش مركز معاهم. يعني ما فيش حد معين كنتش مركز معاه، كنت مصفي ذهنك بقى، مالكش دعوه بحد يعني. ايوه برافو والله.